عندي سؤال صدمه. ارجوك. هتعتزلي امتى؟ نيفر. ليه؟ انا ممكن اتاخر، يعني ممكن اختفي سنتين ثلاثه اربعه، ما عنديش مشاكل، خمسه. لكن ده هوايتي، التمثيل ده هوايتي. كل اللي بيحب آثار الحكيم وبيتتبع حياتها النفسيه والشخصيه والفنيه بيحس انك على حرف الاعتزال. على حرفه. يعني احنا ممكن نخلص حلقتنا دي وبكره اعتزال آثار الحكيم، صح؟ ده بيتقال لي بقاله يمكن اكتر من 10 سنين. تفتكري لو اعتزلتي حياتك هتبقى اكثر استقرارا وامنا وامانا وحنانا؟ حلوة وحنانا دي. ها؟ ايه علاقة الحنانة؟ انا بسألك، لو انت سبتي كل ممكن ده ممكن هتبقي اسعد؟ قد ونص. واحنا صغيرين كنا بنسأل بعض كده. حلو اسم فيلم ده، ايه رأيك؟ قد ونص؟ قد ونص. انت على فكرة بتحاولي تبقي بذكية يا رب من السؤال وتحاولي. لا والله.